هاتفيا مراسلنا من دبي عبد الله الزعبي ليصف لنا طبعا جدول الزيارة ومن سيلتقي بامبيو. عبد الله. نعم بالفعل، يعني هو وصول مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي إلى الإمارات كان اليوم. هذه الزيارة تأتي ضمن الزيارة كما ذكرتي شملت 4 دول في منطقة الشرق الأوسط، بدأها بإسرائيل وينهيها اليوم في دولة الإمارات أو في العاصمة الإماراتية أبوظبي. زيارة بومبيو اليوم إلى الإمارات سيلتقي من خلالها مجموعة من القادة في دولة الإمارات، سيجري خلالها عدة مباحثات أو مباحثات في العديد من القضايا التي تهم المنطقة. أبرز هذه القضايا التي سيتم تناولها أو خلال هذه المباحثات هو التدخلات الإيرانية في المنطقة وأيضا الانتهاكات الإيرانية المتواصلة من خلال تدخلها في شؤون بعض دول المنطقة. بالإضافة إلى ذلك هو يهنئ دولة الإمارات بالاتفاق الذي عقدته مع إسرائيل خلال الأيام الماضية، وأيضا سيبحث العديد من القضايا الأمنية التي تهم المنطقة في مجال مكافحة الإرهاب وغيرها من هذه القضايا. بومبيو وزير الخارجية الأمريكي كان قد أجرى اتصال أيضا يوم أمس مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحث خلالها العديد من المواضيع كان أبرزها معاهدة السلام الواقعة بين الإمارات وإسرائيل، وأيضا تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأمنية كما ذكرت التي تهم منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد. نعم، شكرا جزيلا زميلنا من دبي عبد الله الزعبي لهذه التفاصيل.